بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرؤية هنا لعلها بالمعنى العام الأعم من الرؤية البصرية، لأنه يستعمل يعني يجده، فقد يكون ما وجده يجده بالبصر، وقد يكون ما يجده في نفسه وروحه، وقد يكون يجده في بدنه أو غير ذلك من الأقسام. المهم أن عمل الخير يعود على الإنسان، وأن عمل الشر يعود على الإنسان. أحد المعروفين من علماء العامة هو يذكر في بعض كتبه هذه القصة عن نفسه، يقول أنه في أيام الصبا صاد عصفورا وربط برجله خيطا، وكان يمسك الخيط ويطير العصفور فيجره ويسحبه، كان يلعب هكذا بالعصفور. ذات مرة العصفور دخل في ثقب، وهذا الشخص سحب الخيط فلم يأتك أن العصفور في داخل الثقب ارتبط بحجر بشيء فلم يكن ينسحب. يقول: كلما سحبت ما جاء سحبت بقوة، فجاء الخيط برجل العصفور المقطوعة. يقول الرجل أن أمه كانت حاضرة هناك ورأت ذلك، فأنبت الابن ولامته على ذلك وقالت له: لماذا صنعت هكذا؟ قطعت رجل هذا العصفور، سيأتي يوم وتقطع رجلك. يقول بعد 50 سنة في أيام الشيب، ذات مرة سقطت من مكان فانقطعت رجلي وبقيت في الدار أعالج رجلي، وكان الناس يأتون لزيارتي، هو يكتب، وسألوني السبب: ماذا أصابك؟ لماذا قطعت رجلك؟ كنت أقول لهم: فتسبب فعلي أكو، وفتسبب قديم أصلي، أما السبب الفعلي فهو مثلا سقطت من كذا مكان فانكسرت رجلي
وقطعت. وأما السبب القديم والسابق وهو السبب الأصلي، وذكر كان يذكر لهم كما يقول هو قصة العصفور، أنه قبل 50 سنة صدت عصفورا وربطت خيطا برجله وكنت ألعب به يطير ثم أسحبه، وذات مرة دخل العصفور في ثقب وكلما سحبت الخيط لم يأت العصفور، وسحبت بقوة فجاء الخيط برجل العصفور المقطوعة. أمي لامتني على ذلك وقالت ستبتلى بمثل ذلك. الآن بعد 50 سنة قال أنه ابتلي بانتقام الله تعالى منه لقطع رجل العصفور، فقطعت رجله بعد 50 سنة. هذه عبرة، عبرة من الكثير من العبر. أولا، الطفل لا تكليف عليه، فظاهر كلامي أنه كان طفلا، كان صغيرا. حتى لنفرض أنه كان طفلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا ليس خاصا بالمكلفين، هذا مو تكليف حتى يختص بالعاقل البالغ. لو كنا نحن وظاهر التعبير القرآن الكريم من أعم من كل شخص، كل من يصنع. الظلم شر، إذا الإنسان ظلم سيبتلى بمثل ما ظلم أو أشد. نعم، قد يبتلى الذي يأتي بالشر في الآخرة، فيؤخر الله تعالى ذلك في الآخرة، وظاهر الآيات الكريمة في القرآن الحكيم والمتواتر من الروايات الشريفة أنه في الآخرة الانتقام يكون أشد بكثير بكثير. هذا لعله حكم تكويني، حكم الله سبحانه وتعالى جعل الكون هكذا، الذي يعمل شرا يصنع شرا، هذا الشر يراه، يرى هذا الشر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا واحد. الثاني، الشر مهما كان صغيرا يعود على الإنسان. ومن غريب ما في القرآن، ولعله القرآن الكريم متفرد بذلك، أنا لم أسمع ولم أجد فيما قبل القرآن من كلمات العرب الكلمات الفصيحة والبليغة قبل القرآن التعبير عن الذرة بوزنها، غير متعارف، غير مألوف هذا الشيء. الذرة كما هو ظاهر الآية الكريمة وفسر بذلك أيضا، أن هذا
الذرات التي لا ترى بالعين في غير ما إذا كان هناك ظلال ومن ثقب أو كوة يدخل نور الشمس فيرى في نور الشمس في هذا العمود من نور الشمس أو في هذا الخيط من نور الشمس الملاصق للفيء أو للظل ترى الذرات تتطاير. هذه الذرات إن كان المراد هذا المراد من ذرة هذه الذرات فلعل مليون من هذه الذرات وزنها لا يعادل غراما واحدا لا وزن له. هذه الذرات تتحرك بمجرد تموج الهواء مهما كان الهواء قليلا ما تحتاج إلى الرياح تموجها. القرآن الكريم لا يقول حجم الذرة قدر الذرة. ولو المتعارف من الناس عندما يتكلمون إذا يذكرون الذرة لا يذكرون وزنها يذكرون حجمها يذكرون مقدارها. هذه الذرة كل ذرة لها شيء من الحجم. هذا الحجم صغير جدا بحيث لا ترى لا في نور الشمس ولا في الظل. أما إذا كان التماس بين نور الشمس مع الظل أو الفيء هنا ترى هذه الذرة. أما وزن يعني ترى أما وزن لا وزن لها عرفا لا يطلق الوزن عليه. القرآن يعبر بالثقل مثقال مصدر ميمي يعني ثقل. فمن يعمل مثقال ذرة ظاهر الآية الشريفة يعني العمل يكون بمقدار وزن الذرة ثقل الذرة. أصلا كلمة الثقل حتى إذا قلنا وزن كلمة الثقل عرفا منصرف عن مثله هذا الشيء اللي هل مقدار من الخفة. مع ذلك القرآن الكريم لعله يريد أن يذكر أن الخير يعود إلى الإنسان مهما كان صغيرا هذا الخير والشر يعود على الإنسان يراه الإنسان والعياذ بالله مهما كان صغيرا. في بعض الأحاديث الشريفة وإنه ما نص الحديث أو مضمون الحديث وإنه ليسأل العبد عن وضع ثوب أخيه بين إصبعيه. شخص جالس عند شخص فرأى ثوب أخيه يريد أن يعرف أن هذا الثوب خشونته لينه كذا ربما يريد يشتري منه ربما يريد لجهات أخرى. فبدون أن يستأذن صاحب الثوب يجعل ثوب الشخص الآخر بين إصبعيه يعني يلمس هذا الثوب بين إصبعيه حتى يعرف نوع الثوب مقدار رقته مقدار خشونته مقدار سمكه. إذا بدون إذن منه كان بدون إذن من صاحب الثوب حتى إذا لم يكن يضر بصاحب الثوب حتى إذا لم يكن
موجبا لأذية صاحب الثوب. مجرد هذا الأمر بدون إذن من صاحب الثوب يخليه يتعرض للسؤال، وإنه إما في البرزخ أو في القيامة، وإنه ليسأل العبد أو الشخص عن مضمون الحديث عن وضع ثوب أخيه بين إصبعيه. هذا شر، لأنه تعد، وإن كان عرفا لا يطلق الشر على هذا، لا يطلق التعدي عرفا على مثل هذا. أما القرآن الكريم جاء بالوزن بكلمة الثقل مثقال، لعله للدلالة على هذا المقدار الواسع مما لا يطلق عليه الشر عرفا، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في الأحاديث الشريفة نماذج عديدة من نظر الإنسان، من أن يقول الإنسان كلمة يتأذى شخص بها، أو ينظر نظرة حادة في بالنسبة للشخص، وأمثال ذلك. والعبر كثيرة، وهذه من العبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للخير، ويبعدنا دائما عن الشر مهما كان صغيرا ولو بمثقال ذرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.